تحتضن الكويت بين ذراعيها فعاليات أيام مجلس التعاون الخليجي بمثابة المرآة العاكسة على لحمة دول مجلس التعاون الخليجي ووحدة المصير المشترك. يتم إبراز إنجازات مجلس التعاون وإطلاع أبناء مجلس التعاون على هذه الإنجازات، لأنه بالحقيقة خلال المسيرة المباركة تمت هناك العديد من الإنجازات التي تستحق الإبراز، وأحد أوجه هذه أو هذا الإبراز هو إقامة هذه الفعاليات في دول مجلس التعاون، واللي هالسنة تم التعاون مع دولة الكويت لإقامتها على اعتبار أن الكويت هي رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون. ترنو هذه الفعاليات الخليجية إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز العلاقات الثقافية وتشجيع السياحة البينية ودعم الشراكة القائمة بين دول مجلس التعاون على كافة المستويات الرسمية والشعبية. أن في القطاعات العديدة اللي يتداخل فيه العمل الخليجي بتكون لها فعاليات متنوعة على امتداد الأيام الخليجية هذه كلها. في هناك بتكون في فعاليات معنية بالقطاع العسكري وإنجازات المجال العسكري، اتفاقيات الدفاع المشترك بين دول المجلس، الجانب الأمني أيضا، التعاون الأمني، في تركيز على الشباب والوصول حق الشباب من خلال في ورش عن ريادة أعمال الشباب، في عديد من الورش بتكون داخل جامعة الكويت بحيث تستقطب الشباب. فعاليات متنوعة تحت مظلة مضامين وقيم وعدة محاور، منها الإنسان والبيئة والثقافة والإعلام والسياحة والملكية الفكرية والابتكار ومكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وقطاع الشؤون العسكرية في دول مجلس التعاون الخليجية. عاش المديني، تلفزيون دولة الكويت.